شباب السلام عليكم، تبارك الله عليكم الاخوان. احنا في الرامبلة لي صبادين، احنا في واحد الشارع سميتو الرامبلة في صبادين، مكان جميل سياحي، فيه واحد السويق مزيون. هنا ها صاحبي فهد، هذا اللي مضيفني، فهد صديق ديالي، فهد الجباري الغزال. ها هو هذا اللي لقيته، هذا يمكن لا عائله لا صحاب له، والله الا جبرته غير هو، وهو راه خويا عاوتاني ما شاء الله. وهادو كيبيعوا كادواس ديال نويل، ديال راس العام، ديال نويل، نافيدات نافيدات. المهم الثقافة ديالهم، التقاليد ديالهم، يعني هم كادوات وهذا مع هذا راس العام. شوف الديكور كيداير. المهم هذه الثقافة ديالهم هما، اللي جيب بنادم هنا كيشد لي كادويات. شوف الديكور كيداير جميل. من دابا احتفالات عندهم مقربة اليوم، لودو يعني جوج في شهر 12، جوج في شهر 12. المهم هاد السوق هذا كامل تقريبا فيه غير هذاك الهيس. هذا مدرسة هادي؟ بلدية. هذه تما دايرين هذا الاحتفال ديال راس العمير. المهم هذه البلدية ديال صباديل، تما كيحتفلوا بهذا. داكشي اللي كيحتفلوا به. نشوفوا شي بلايص. هذه البلدية، المهم مرونة الدنيا عندهم هنايا، كيوجدوا من راس العام. يحتفلوا بالمعتقد ديال ما لا لا فكان كان زين هنا الميكروفون. ناس حابين الجمعة، كيف حابين الجمعة؟ لا هذا شي مظاهرة ديال المهم. تعال نقول لكم دابا حنا ها الصرابين صباحين. هذه الفرصه ديال الاستاد دايرين شي مظاهره. ما عنديش حق نصور. بودريام منار سيغيل تامبي، بودريام ريكوردار كي 2010 فان سيرس بارتيد سوسيال ديموكراتاس كان ابروفار اون اجندا اوروبا، اون اجندا ان لا كوال اس بلانتيجافا اون اجوست ايكونوميك المظاهرة سلمية، ما كاين لا صداع لا غوات لا والو، كيصوروا داكشي واقفين سلميين، ما كاين لا غوات لا صداع لا والو. الحق هو انا ديكور كيداير. شوفوا على يعني ما فهمتش كيف قصدوا بهذا الشيء. داك الشيء في كاس كيبغيو يقولوا زعما الحياة ديال المسيح. حمار جالس ناعس، جا وفلانس والله داك الشيء في كاس. ديكور رائع. لا الهيس هذا عاوتاني على هنا مرة داكشي في كاين. مظاهرة سلمية مرة، ما كاين لا صداع لا غوت، كاين لا هذه لا هذه. ارحال ارحال هذه اجيطامنتو البلدية.
البلدية هذه وجهة ديالها أخرى الطهر هذا الوجهة ديال البلدية البلدية ديال صباطين البلدية كي دايرة بنك دي صباطين هذا البنك ديالهم المهم شنو نقول لكم المهم ماتشو خويا ربي يستنى راه هي دابا كيأثر عليك ماشي دغيا اللغة أنا كتبقى تسمع لأن كيهضر تبقى تنطقها بلا ما كت صابا يعني اختصار ديال صابا دي صابا صابا سيرو ياه صابا تيرو هاي هادي صابا دي صابا ديال هادي شنو دابا هادينا؟ هادي تحتك دابا عجو هادي البلدية هنا زارة هكا سبحان الله زارة ما فهمتش هاد الديكور ديال زارة فرنسا ثاني بحال هكا سامبل لا سامبل وجبرت كيحطوا لبسه واحدة جوج لبسات صافي وعندهم داك الشعار هذاك ما عرفتش واش زارة كيس كيحطوا لك جوج لبسات ثلاثة صافي وسير انت بقى تخرجي المحل بسلعة عمر عمر المحل وخرج برا شوف راه لقينا هكا مع هذا دابا غا واحد الجانب وبعيد شوية من السونتر ديال البرشلونة من السونتر ديال برشلونة اللي هو صبابيل وشوف وشوف وشوفوا كيفاش داير يعني الا دخلنا لبرشلونة واقيلا الحماق واقيلا الله يسهل الحماق هذا الشيء جانب من برشلونة يا سلام ها اين هو؟ هذاك مسكين اللي في العود ما يبقى كاع مسكين هذيك هي الخدمة ديالو مزيان سمعتوا هذاك الكيوسك اللي وريتكم دابا هذاك كيوسك وهذاك راه هو فين هو هادو البلدية كديرهم الناس اللي هما ذوي الاحتياجات الخاصة يبيع فيه الكارطات يبيع فيه لي سوفونير المهم باش هذاك من اللي كيكون من ذوي الاحتياجات في العوض ما يمشي ويبقى يقلب على خدمه وما يلقاش الخدمه وما يقدرش على الخدمه كيديروا له كيوسك تيجلس فيه وتيدير فيه السلعه هما كيجيبوها له ولا كيجيبوا له هما السلعه كيحطوها له في الكيوسك وهو تيبقى خدام تما في وسط الكيوسك ما تيتحرك ما والو انا المحلات محلات قداش ما شاء الله يا خير يا سيدي بغيت نصور ها واش هذاك الكورتيل في شكل والله الا الحماقه واش شو المكياج وترى الهيت اللي بغيتي هنا هادو حلويات لي شوسور باطا 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 ودي عصابه ديال الشباب وعصابه ديال هادي وكنظن انا يا خي كيجيو الناس واقيلا من برشلونه ومن من غير برشلونه يتقدوا من هنايا لا انا بان لي كاين محلات كبارين بزاف شو محل قداش واخا برشلونه كبير بيرشكا بيرشكا كنت كنبغي ندور ساعه تلقى قدامي كيحطوا التصاور لي بوستر اللي تيديروا في الواجهه دائما لو تسمع جوكيتا جوكيتا كيبيع الالعاب هذا شوف شو الالعاب شوف حماق طير الحماق ديال الالعاب اش نقول لكم المهم عالم اخر عالم اخر حنا كنبينوا لكم كنبينوا لكم كيفاش داير العيش المعيشه هنايا والاشاره ف التصاور اخي فيه ان الله يحفظ فالمعيشه هنا ماشي نقول لكم زعما احسن من المغرب او احسن من من البلاد الاسلاميه دائما كتبقى البلاد الاسلاميه يعني المعيشه فيها معيشه فيها احسن معيشه فيها احسن من من البلاد ديال ما نسميوهم شي سميه بلاد ديال الغرب يعني معيشه تعيش في بلد اسلامي احسن ما تعيش في بلد غربي يعني تعيش بالتقاليد ديال الاسلام تبغي تصلي بحال دابا حنا الجمعه حنا غاديين كنقلبوا على على واحد المسجد بعيد شويه باش نمشيو نصلي فيه الجمعه ماشي بحال بلد اسلامي عافي ما خرجتي كتجبر المسجد ولكن من واحد الجانب هاد الناس هادو راهم هربوا علينا بزاف هاد الناس راهم فاتونا بزاف واخا يعني المعتقد ديالهم يعني راه ماشي صحيح
ولكن راه فايتنا بزاف. ها ديكاطلون خصنا نرجعوا لها. راه ديكاطلون انا عمري دخلت شي ديكاطلون مره. نرجعوا نشوفوا الديكور ديالو كي داير. المهم الا لقيت فيه شي حاجه عجبتني غنسيب حوايجي هنايا وغنتقدم لهنا نزيد والله الا. قلت لكم هاد الناس هربوا علينا بزاف من ناحيه ديال النظام، من ناحيه ديال النظافه، ومن ناحيه ديال الحقوق. كاين بزاف ديال الحوايج اللي هربوا علينا فيهم مره، بغض النظر على طريقه العيش او الحياه ديالهم فهم هربوا علينا بزاف. وكيبان لي لقينا غادي بالوتيره اللي حنا غاديين عليها وكنا غاديين عليها، يعني محال غنلحقوا هاد الناس هادو. هما صعيب علينا هاد الناس هادو. دابا راه بدلو بعدا الخدمه ديال الاعمال اليدويه بدلوها بالاله، يعني الطوبيس التران اي بلاصه دخلتي خلص راسك، خلص وسير دخل التيكي وخرج. وعندهم كيدير تسلس، يعني ممكن ما تخلصش وتسلس تخرج من تحت ولا تنقص من الفوق وتطلع وتركب وهذا وما كاين حتى مشكل، ولكن ما كيديروهاش. لا داروها كيديروها العرب ولا المغاربه ولا هادو اللي عايشين هنايا، فهمت؟ يعني هما نفسهم ما تسمح لهمش بهذا المسائل، ما عندهمش يعني هذاك الاخلاق وهذيك اسباب النجاح خذوا بها ونجحوا وحنا فرطنا فيها. ما عندهمش الغوش، ما عندهمش الظلم، بزاف ديال الحوايج يعني قليل فاش تشوفهم هنايا. وحنايا راه عندنا كلشي، عندنا كلشي. يعني هنايا راه خدابز مع بوليسي شتا، وخدابز مع بوليسي راه تاخذ حقك، تعدى عليك راه تاخذ منه حقك. وتما في المغرب راه دابز